من باريس ينضم إلينا مراسل الغد أحمد كيلاني. أحمد، ضعنا في تفاصيل الأسبوع الثاني عشر من احتجاجات السترات الصفراء، حجم المشاركة والمواجهات الأمنية. نعم، من المفترض اليوم أن تنطلق عدة تظاهرات في باريس. هناك تظاهرات ستنطلق من أمام من ساحة الجمهورية، وهناك تظاهرة أخرى ستنطلق من بوردو لاشابيل، وهناك تظاهرة أخرى ستنطلق أيضا من أمام بلدية باريس. التظاهرات اليوم مخصصة للتنديد بأعمال العنف التي تقوم بها قوات الشرطة الفرنسية ولتكريم جرحى التظاهرات السابقة، خصوصا بعد رفض المجلس الدولة الفرنسي وقف استخدام الطلقات الدفاعية أو الكرات الوامضة. النشطاء السترات الصفراء يتحدثون عن أن هناك نحو 17 شخصا ممن تعرضوا سابقا للإصابة بسلاح الكرات الوامضة فقدوا إحدى أعينهم، ولكن وزير الداخلية الفرنسي لم يعترف إلا بأربع إصابات خطيرة في العين من بين هؤلاء الجرحى. أيضا الحدث الأبرز اليوم هو مشاركة الكونفدرالية العامة للعمل لأول مرة في التظاهرات السترات الصفراء اليوم. من المفترض أن تشارك هذه الكونفدرالية، وهي أكبر نقابة عمالية في فرنسا، من المفترض أن تشارك اليوم في تظاهرات السترات الصفراء. إذا لم تبدأ هذه التظاهرات بعد، أليس كذلك أحمد؟ إن كنا نتحدث عن ربما مسيرتين، متى من المتوقع أن يتم بدء؟ هناك تجمع لعدد قليل بدأ الآن في ساحة الدومينيل، ولكن من المفترض أن يكون هناك تجمعات أكبر بعد نحو ساعة أو ساعتين من الآن، ولكن هناك عدد قليل بدأ بالتجمع في ساحة الدومينيل في باريس. شكرا جزيلا لك مراسل الغد أحمد كيلاني، سنعيد التواصل معك في حال جد جديد.